السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بحول الله سوف أقدم لكم ملخص في التربية الإسلامية لأربعة دروس، ألا وهي أركان الإيمان، أركان الإسلام، وعندنا كذلك الإيمان بالله وسورة التكاثر، وعندنا كذلك درس الرابع ألا وهو النداء للصلاة والإقامة. إذا نبدأ على بركة الله. الدرس الأول هو قلنا أركان الإيمان وأركان الإسلام. أركان الإسلام، أولا أركان الإسلام خمسة، وهي الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هادو ما لازم يحفظهم هكا بين خمسة وبالترتيب كما هي راهي مدونة هنا في الورقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص أركان الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه يحفظها شفهيا ويحفظها كتابيا باش ما يخطأش فيها، مفهوم؟ اثنين، أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، هي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، اليوم بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله هو يؤمن بأن كاين الله واحد لا شريك له، وأنه هو الذي خلق الإنسان وخلق كل شيء على الأرض، مفهوم؟ الإيمان بالملائكة هو نؤمن بأن هناك ملائكة. الإيمان بالكتب، الكتب يؤمن بلي كاين من غير المصحف تاعنا الشريف كاين كتب سماوية أخرى لازم نؤمن بها. كذلك الإيمان بالرسل، نؤمن باللي كاين رسل واحد أخرين من غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولازم نفهموا لولادنا باللي آخر الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر هو اليوم بأنه جاي نهار وين الناس كامل تموت ونطلعوا عند ربي ونتحاسبوا على الأعمال تاعنا إن شاء الله. الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني نؤمن بالقدر تاعنا، كي تصرنا حاجة ما نقولش يا ربي وعلاه غيرنا، نقولوا الحمد لله قدر الله لنا هذا الأمر ونقولوا الحمد لله على كل الأحوال، مفهوم؟ الآن فيما يخص الإيمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، مفهوم؟ هنا كذلك التلميذ مجبر عليه أن مجبر أن يحفظ هذا الحديث الشريف، صدق قول الرسول. وش تانيك؟ وش عندنا تانيك؟ قلنا يحفظه شفاهيا ويحفظه كتابيا. الحاجة الثانية، كيفاش يفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ أركان الإيمان دائما تكون مسبوقة بالإيمان. شوفوا هنا نعود نوليو، شوفوا الإيمان دائما تبدأ بالإيمان. شوفوا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. إذا الباقي دي ماشي مذكورين كامل تعتبر بأركان الإسلام، وهي الشهادتان: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نراه خلاص هذا الدرس الأول، نمر إلى الدرس الثاني ألا وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو ركن من أركان الإيمان الستة. ثانيا، النطق بشهادة أن لا إله إلا الله هو الاعتراف بأن الله واحد لا شريك له، وهو الذي خلقني وخلق كل شيء. الدرس الثالث، فضل تعلم القرآن وتعليمه.
رايحين نتناولوا خمس نقاط فيه. النقطة الأولى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم 2، أفضل الناس من يتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم ويعلمه لغيره. رقم 3، لما أتعلم القرآن الكريم يحبني الله تعالى. رقم 4، معلم القرآن الكريم هو أفضل الناس. القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هادوما كامل اللي هضرنا عليهم يحفظهم ويفهمهم، باش الى نسى الحفاظه يعبر بالطريقه ديالو، مفهوم؟ الدرس الرابع الان هو سوره التكاثر. يحفظ في سوره التكاثر شفهيا وكتابيا بالترقيم، ولازم يعرف عدد ايات سوره التكاثر، وهل هي مدنيه ام مكيه. وعندنا شرح المفردات، اكتبوهم كذلك في الكتاب. التكاثر، ما ينشغل الناس بجمعه علم اليقين، يعني يساوي علم مؤكد، مفهوم؟ الآن نمر إلى الدرس الخامس، النداء للصلاة والإقامة، هو الدرس الأخير لحصة اليوم. أولا، التعريف بالآذان. الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. نعودها، الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. وشنو هي ألفاظ الآذان؟ ألفاظ الآذان هي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هادو هما الألفاظ تاع الأذان، يعني كل مرة راهو يتكرر مرتين. شوفوا، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني أكون لاحظتوا هنايا كلش يتكرر مرتين، ألفاظ الآذان كلش يتكرر مرتين. رقم 3، الدعاء. الدعاء وشنو هو بعد الآذان؟ كيخلص الدعاء وش نقوله؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هنايا دعاء كذلك يحفظ شفهيا وكتابيا، ونعود مع بعض: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد نشرح الألفاظ، عفوا. حيا معناتها تعالوا. الفلاح، النجاح والفوز بالحسنات. خامسا، عند سماع الآذان أقول ما يقول المؤذن إلا بعد قوله حيا على الصلاة، حيا على الفلاح. يعني كي يوصل لهنا، حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الفلاح، حنا واش نقولوا؟ حنا ما نقولوش الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حنا بعد حيا على الفلاح الثانية واش نقولوا؟ نقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. واش نقولوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في أذان الفجر شنو هو الاختلاف بين أذان تاع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
وشنو هو الاختلاف بيناتهم؟ هو أن في أذان الفجر يزيد المؤذن بعد قوله حي على الفلاح الثانية الصلاة خير من النوم مرتين، مفهوم؟ إذا قلنا يزيد الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين بعد ما يقول حي على الفلاح للمرة الثانية. رقم 7، الإقامة. الإقامة هي الإعلام بقيام لأداء الصلاة المفروضة. ألفاظ الإقامة، يلا نبدأها. ألفاظ الإقامة هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه هي لاحظتوا باللي كلش ننطقوه مرة واحدة. هذا هو الاختلاف بين ألفاظ الآذان وألفاظ الإقامة. ألفاظ الآذان يكونوا متكررين زوج مرات، أما ألفاظ الإقامة تكون واحدة. هنا يا ألفاظ الآذان يقولهم المؤذن ولا الإمام باش يقول الناس بلي راهو يلا تصليوا، أما ألفاظ الإقامة فيقولها المصلي، كيكون رايح يصلي ينطق ألفاظ الإقامة وهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نحن وصلنا لنهاية ملخص 5 دروس اللي ذكرتهم لكم. أنا يا ببقى لي غير نقول لكم مع السلامة إلى حصة قادمة إن شاء الله. وإلى ولادكم داروا دروس أكثر من هاد الدروس اللي قدمتها لكم قولوهم لي، وأنا إن شاء الله نديرهم لكم في فيديو آخر بإذن الله. مع السلامة.